نبداو عدد اليوم الجورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء يعلن انتقال سيله صوب الدوري التنزاني بشكل رسمي. واعلن فريق الرجاء الرياضي على رحيل لاعبو الغامبي جبريل سيله صوب الدوري التنزاني في صفقه انتقال نهائي بعد ما توصل الفريق الاخضر الاتفاق مع الفريق الجديد لسيله. واكد الفريق الاخضر في بلاغ رسمي عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على انتقال جبريل سيله الفريق عزام يونايتد التنزاني في صفقة انتقال نهائي بعد ما أبدى اللاعب رغبة في تغيير الأجواء خلال الفترة المقبلة. وأشار الرجاء في بلاغه لأنه وافق على انتقال اللاعب استجابة لرغبته في تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خارج المغرب بعد ما أمضى الفترة الماضية كمعال فريق الشباب السوالم وقدم سيلة موسم جيد مع السوالم تحت قيادة كولم زكريا عبوب وشعيب مباركي مما دفع جماهير الفريق للمطالبة باستعادته. لكن المكتب المسير الرجاء قرر الاستفادة من القيمة المادية لانتقال اللاعب. مليار و 800 مليون سنتيم لرفع الرجاء لعقوبة المنع من التعاقدات. وكيحتاج فريق الرجاء الرياضي المليار و 800 مليون سنتيم لرفع عقوبة المنع من التعاقدات قبل تأهيل وفيده الجدد. وكيلزم الرجاء توفير المبلغ المذكور لأداء أحكام نزاعات نهائية صدرت ضد الفريق في عهد الرؤساء السابقين غير أنهم ملتزموش بأدائها. وكيتوفر الرجاء على نزاعين دوليين بمحكمة التحكيم الرياضية الطاس الأول كيخص سيف الدين الإعلامي والثاني اللاعب الإفريقي ويلسون. كما كيلزم الفريق الأخضر أداء أحكام نهائية صادرة ضد الجامعة الملكية وكتخص كل نوح وائل السعداوي والمعيد البدني السابق صبري واللاعبين يوسف غرب ويوسف بكاري بالإضافة لمحمود بن حليم. وكيسابق بودريق الزمن من أجل توفير المبلغ المذكور لأداء الأحكام النهائية وتأهيل لاعبي الجدد عبد الله خفيفي وهشيم دومينغو إلى جانب لاعبين آخرين منتظر باش يتعاقد معهم الرجاء في ميركاتو الصيفي المقبل. ديربي الشباب ينتهي لصالح الرجاء على حساب الوداد. وفي تفاصيل الخبر انتهى ديربي الشباب لصالح فريق الرجاء الرياضي على حساب الوداد 3 أهداف مقابل هدفين. وتلعب الديربي صباح أمس الأربعاء بملعب الوزيس برص مباراة السد لفئة أقل من 19 سنة U19. وشهدت المباراة تسجيل أهداف جميلة من الجانبين ما كيأكد أن الفريقين كيملكوا مواهب كروية كتستحق فقط الاهتمام والرعاية. كيجي ديربي الشباب قبل أسبوع من ديربي الكبار بين الرجاء والغريم التقليدي لحساب نصف نهائي كأس العرش. 50 مليون سنتيم تمنع الرجاء من بيع عقد لاعبيه. ورفض فريق الرجاء الرياضي بيع عقد لاعبه الفريق المحلي في الميركاتو الصيفي الجاري بحيث كان تقدم اولمبيك اسفي كيسبق شرنا بعد انتداب لاعب الرجاء عبد الحي فرسي مقابل 50 مليون سنتيم. ورفض الرجاء العرض المسفيوي وطالب برقم مالي مرتفع اكثر من 50 مليون. وكدت عده منابر ان الرجاء كيطالب ازيد من 100 مليون سنتيم مقابل بيع عقد لاعبه اللي ما لعبش مع الرجاء سوى مباريات قليله ما كتعداش الاربعه. فريق الرجاء لاعبو فورسي الفريق اولمبيك اسفي لستة اشهر نجح فيها في انهاء الموسم مع الفريق المسفيوي في المركز الرابع مع علم ان الرجاء كان تاد فورسي فهد انيس محفوظ قديما فريق شباب اطلس خنيفرة في الميركاتو الصيفي الماضي بتوصية من عزيز العامري. هدية خاصة من بودريقة للاعبي وموظفي الرجاء. وقرر المكتب المدير لفريق الرجاء الرياضي برئاسة محمد بودريقة منح موظفي ولاعبي الرجاء هدية خاصة بمناسبة العيد. وصرف بودريقة منحة خاصة بلغت 1000 درهم لجميع المستخدمين بالنادي إضافة للاعبي الفريق كهدية بمناسبة العيد. وكتجي هذه الخطوة من بودريقة بالرغم من الصعوبات المالية اللي كيعاني منها النادي بسبب تراكم النزاعات والديون العالقة في ذمته لعدد من اللاعبين السابقين والحاليين كذلك. مهاجم افريقي ثالث صفقات الرجاء الصيفيه. وكيرانو مسؤولي فريق الرجاء الرياضي على دعم صفوف فريقهم الاول باسماء قادره على تقديم الاضافه للفريق الاخضر وذلك من خلال صفقات قويه كيسر العقده في الميركاتو الصيفي الجاري. وكشف مصدر خاص ان مسؤولي الرجاء توصلوا لاتفاق نهائي مع اللاعب الطوغولي اسماعيل اغورو البالغ من عمر 28 سنه اذ غيوقع الفريق الاخضر الموسمين الرياضيين بشكل رسمي خلال الاسبوع الاول من شهر يوليو المقبل بشرط انه يجتاز بنجاح الاختبارات الطبيه الاعتياديه. وكيجي تعاقد الرجاء مع المهاجم الطوغولي المذكور كخطوة استباقية مسؤولي الفريق الأخضر لتعويض الرحيل المرتقب حمزة خابة اللي لعب الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة قادما من العربي الكويتي. وكيعرفوا مسؤولي الرجاء أنهم مطالبين بحسن الاختيار في ميركاتو الصيفي المقبل تجنبا للوقوع في الأخطاء اللي ارتكبها الرئيس السابق عزيز بدراوي أبرز توقيع الكابوني أكسيل مايي اللي كلف خزينة النادي مبالغ مالية باهظة غير أنه في المقابل فشل في تسجيل ولو هدف واحد خلال شطر الذهاب من الموسم الحالي اللي دافع فيه على ألوانه قبل ما تتم إعارته لفريق أولمبيك أسفي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.
الرجاء الرياضي يوجه رسالة رائعة للاعب المنتخب الأولمبي الملقب بحكيم الرجاء، وتفاعل فريق الرجاء الرياضي مع فوز المنتخب الوطني الأولمبي بخمسة الأهداف مقابل هدف واحد على نظير غاني أول أمس الثلاثاء بالرباط في إطار الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا الأقل من 23 سنة. وجه تفاعل الرجاء مع هذا الفوز بعد تألق لاعبه الرجاوي زكريا لبيب، وكتب فريق الرجاء عبر حساباته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي ما يلي: حضور أول لافت للاعبين الشاب زكريا لبيب في المباراة الثانية من بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة. المباراة عرفت فوز المنتخب الوطني على نظير الغاني بخمسة أهداف لهدف. يشار أن لبيب كيشغل مركز داير أيسر وخاض الموسم الماضي مباريات قليلة مع الفريق الأول، برهن من خلالها على عود وكعبه مع علم أنه كيتعتبر نجم فريق الأمل والكل كيلقبه بأشرف حكيمي الرجاء. جمهور الرجاء الرياضي يعارض رحيل نجمه لنهضة بركان. وعرض جمهور فريق الرجاء الرياضي رحيل نجم الفريق النهضة البركانية في الميركاتو الصيفي، بحيث تلقى الحارس الجزائري غاية مربح عرض جدي من قبل النهضة البركانية لحمل قميص الموسم المقبل. وإلى جانب نهضة بركان فغاية تلقى عرضين من الدوري السعودي مازال محسمش فيهم، وكيشوف جمهور الرجاء أن بيع عقد نجم النهضة بركان كيتعتبر إضعاف للفريق الأخضر وتقويل أحد أبرز منافسيه في البطولة. وفي سياق متصل دخل فريق اتحاد طنجة دائرة المهتمين بحارس الجزائري بعدما تلقوا مسؤولي الرجاء رسميا أول أمس الثلاثاء عرض الانتداب الحارس الجزائري من قبل مسؤولي طنجة، وغينتهي العقد اللي كيربط غاية مربح مع فريق الرجاء في يونيو 2025، وهو اللي تم انتدابه في يناير من عام 2022 صفقة انتقال حر. واشترط غاية مربح الاستمرار في الرجاء بضرورة اللعب رسميا وعدم جلوس دكة الاحتياط، مع علم أنه قدم مستوى كبير على اتحاد طنجة بعدما قاد الفريق لتفادي نزول القسم الثاني. وكتب لها القيمة التسويقية للحارس الجزائري غاية مربح 600,000 يورو بعد ما كانت في السابق ما كتعداش 450,000 يورو. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.